السلام عليكم إخواني أخواتي وبناتي أبنائي الأعزاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وسلامة إن شاء الله. إذا في هذا البرد إخواني كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم وتحت رغبات وطلبات أحبائي وحبيباتي المتتبعين والمتتبعات ديولي. لأن يعني قوة الفرحة سبحان الله العظيم الإنسان كيعجز عن التعبير. تبارك الله فيكم تحت طلباتكم، بعض الأخوات لحوا على هذه الأكلة هذه لأن أكلة عريقة، أكلة مغربية محضة وتقليدية، وأكثر من هذا فهي أكلة جد جد صحية. فأنا اليوم إن شاء الله تبعوا معايا نعملها لكم بامتياز في أكلة الجدات والأمهات وأكثرهن الجدات، فهي أكلة صحية وأنا يعني بيدي كتعجبني هذه الأكلة، فهي صحية وزوينة بزاف، فحاولوا تبعوا معايا إلى الآخر. أنا جيت لكم بزاف الأسرار اللي هي من الجدات ديالنا تبارك الله من التراث ديالنا كذلك. فكما كتلاحظوا هنا إلا بغيت نقول فكل شيء كيعرف يعني هذا الفول يابس أو كما كيقولوا إباون. كتشوفوا فول يابس، فهنا أنا عندي 250 غرام بعد ما نقيته وغسلته. هنا عندي كاس زيت الزيتون، كاس العنبة. هنا عندي نصف القدر أو الربع ديالو، فكما كنقولوا هذه جلبان أو جلبانة يابسة هي. هنا عندي الملح كيبقى دائما حسب الذوق، وهنا عندي اللي كنبغي نخص بالذكر وهي الثوم، لان هذه الوصفه فكتحتاج للثوم ويعني انها صحيه. فالثوم كذلك كنعرفوه بانه هو الانتيبيوتيك ديالنا الصحي والطبيعي. فتعالوا جميعا معي، ما غاديش نحرق المراحل، فغادي نخليكم لما قلت لكم تقليديه محضه مغربيه. هذه الاكله تقليديه جدا وعريقه، فانا دائما اتطرق الى ما هو صحي وتقليدي. وتبارك الله عليكم، خليكم معايا. يلا الحبيبات ديالي كما كتشوفوا بسم الله، هذه هي المفاجاه اللي خليت لكم الكبرى، وهذا هو فريمون الا بغينا لا سوب دو لا فيف، يعني الا بغينا نقولوا البصاره، فهي اللي كسمها كيقول البصاره سهله، مي الا بغينا نتقنوها فهي ماشي سهله. هذه هي الطريقه اللي بغيت وفاجاتكم بها، تقليديه محضه جدا. تابعوا معايا راه باقي عندي بزاف ديال المفاجات لكم. فكنبدا على بركه الله كنحط هذا لي الجبانه بعد ما غسلتها، كنبقى كنحطها هنا. من بعد كنحط كما كنقولوا الفول او إباون، كنحاول كندخلهم هنا لان الماء غسلتهم فهما بحال لي بقاو مع بعضهم شويه ساقوا شويه. اذا كنبقى كنهبط كنقلنا هكذا بشويه شويه حتى الاخير باذن الله تعالى. من بعد كذلك قلنا لما عملنا هدف في القدره ديالنا كما كتشوفوا، فكذلك عندي حتى المغرفه فهي تقليديه 100%، وكل شيء صحي ان شاء الله. فكنبقى كنحرك عليها كنحرك على هذه الطريقه كما كتشوفوا، كنخليه حتى كيغلي مزيان. راه ما عملت فيه والو، قلنا الا جبانه والفول او إباون، فكنخليه كيغلي مزيان. لما يكون كيغلي كيعمل هذيك الرغوه ديالو كنبقى نقيها كنحيدها وكنسيبها، كنلقي هذيك الرغوه هو كيغلي وانا كنحيد ديك الرغوه. هذه هي الطريقه الفنيه والعجيبه جدا باش كتطلع البيصاره زوينه وبنينه وصحيه. اخوات والاخوان كما كنشوفوا مثل الزبد، كما كنقولوا زبد البحر، الماء كيطيب على هذه المره هادئه، والمره كنبقى نحيد. هذا هو هذا ضروري خاصني نحيده، كنجيب واحد الزلافه مثلا او طبسيه وكنبقى كنحيد غير هذا، كنشيل ما كنحيد هذه الكشكوشه او الرغوه او فهمتي مثل الزبد حتى كنحيد. اذا كيبقى كل ما كيطيب كنحيد هذا الزبد. هذا هو الاخوان الاخوات كاين اللي كيقول لك انا كناكل البيصاره فكتغلبني او كضرني في المصران، فهذا هو كم مثلا سوسون دي غازيس، هذا هو اللي كيعمل الغازات في المصران او مثلا في الامعاء كيقول لك عندي المصران. فكل ما هو كيطيب وانا كنحيد هذا كما كنقولوا هذه الكشكوشه او هذه الرغوه هذه اللي كتكون، كنحرك هيدا مزيان باش كيطلع لي كما كتشوفوا. فهي يا سلام طلع النسيمه مع ديال كما كنقولوا ديال الطين القدره، وكذلك
على الفحم مرمهيله، فكنبقى كنقي هذيك الشقوشه كامله حتى ما كنخليهاش حتى النهايه. اذا الاخوان ولا الاخوات، وكنتفضل بالشكر لجميع المتتبعات ديالي ماشي غير الاخوات اللي طلبوا مني هذه الوصفه وطلبوها مني تقليديه 100%. لهذا باش طرقت انا تبارك الله لهذه الطريقه المحبوبه لدى الجميع، لان الاخوان والاخوات انا دائما كما وعدتكم نصائح ديالي وهي الصحه. علاش انا طرقت لهذا المجال اللي هو تقليدي 100% كما كنشوفوا الطين وكذلك الفحام وكذلك كما كنشوفوا هنا المغرفه؟ اذا فنحن دائما نقول الصحه ما عندها حتى شي ثمن، فالصحه تنتج. انا دست ان بروفيرب بور موا، مثل دائما كنداولو وكل ملي عزيز عليا وحبيب قلبي دائما كنذكرو به. فالصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى، فدائما ذكروا هذا المثل هذا. ودائما الحمد لله غادي نحبوا الحاجة التقليدية والحاجة اللي هي صحية كتفيدنا بلا ما نفتشوا على الدواء بلا ما نمشيو. فتبعوا معايا الإخوان والأخوات، يعطيكم الرضا. أكلة صحية سهلة في التحضير لكن عندها واحد التقنية اللي هي عجيبة وبزوينة، فكنبقى دائما كنحرك على هذه الطريقة هذه. هو كيتبخر كيعمل هذيك الكشكوشه وانا كنحيدها الاخوان اولا الاخوات حتى النهايه. كما كتشوفوا اخواتي شوفوا شحال ديال الزبد اللي حيدت منا، هذا كله خصو يتحيد، لان الا طيبتها بالطريقه العاديه مثلا في الطنجره بالضغط وكاين اللي كيعصرها فهذا كيبقى تما، هذا هو اللي كيعمل مثلا كيعمل لنا واحد الغازات في المصران وكيضرنا. كنقول لك البصاره كضرني، فالبصاره ما كضرش تبارك الله عليكم. كما بقاتش ديك الكشكوشه عندي فعاد كنعمل الملح كما كتشوفوا الملح ديالي، وكنعمل هذا الثوم بسم الله. يمكن ما قلت لكمش شحال ديال الثوم ولكن كيبقى على حسب الذوق ديالكم. انا المهميه الصحيه كتعجبني، انا عملت جوج د الكركوبات كريكيبات ماشي الفصوص، وكنعمل واحد المقدار الزيت الزيتون ماشي بزاف، يعني ديك الربع ديال الكاس كما كتشوفوا. الان عاد كنخليها كطيب، هكذا كنخليها كطيب مزيان تحيدت منها هذيك ديالها، كنخليها كطيب فعاد كنبقى كنحرك. اذا الاخوان والاخوات هذا هو السر كما كنقولوا السر المدفون اللي جبت لكم للجدات ديالنا، والطريقه الصحيحه والزوينه باش كنهيئوا البصاره بهذه الطريقه التقليديه. فكنبقى كنحرك على هذه الطريقه حتى ديك التو باش كتحرك مزيان، وكذلك البصاره ديالي كتبقى كتحرك كما كتسمعوا احسن من المغرف واحسن. فكتطلق لماذا كانوا الجدات ما شاء الله عليهم والامهات فكانوا كيختاروا هذه الطريقه الصحيه، لان هذا من الخشب مثلا، واحد العود من واحد الشجره كرمه مثلا ولا شجره العناب ولا، فكيقطعوه وكيبقاو يعدلوا به على هذه الطريقه، وحتى كيطلقوا ديك الفول هذاك، ديك الفول كيتطلق ما كيبقاش، وكيطيب بطريقه صحيحه وصحيه وجيده. وبصحتكم وراحتكم ما تمشيوش بعيد، بقاو معايا باقي حتى تشوفوا البصاره ديالي، طريقه زوينه وعجيبه جدا جدا. اخوان اخوات كما كتشوفوا فهي تبارك الله ضابط، ولكن راه كنت دائما تحرك بهذه كما كنقولوا لها الشعبوطه، فهذه تسمى شعبوطه او شعوطه واحد كيفاش كيسميها. فانا حبيت نجيب لكم هذه الفكره اللي هي الجدات تقليديه 100% وكل شيء وكذلك صحيه. فعندنا كذلك كما كتشوفوا كيكون عندها، لان علاش كنقولوا الشعبوطه؟ الا مشعبطه هيدا باش كتحرك لنا هذاك الشيء باش كيطيب ما كيبقاش هيدا. اذا فحاولت بغيت نوريكم نتوما كتشوفوا، فما شاء الله هي طابت، ها هي البصره ديالنا هي هادي هانتوما كتشوفوا، او الحسوه ديال الفول بالجلبانه كما كنقولوا هي هادي. فالان غنزيد ما تبقى من هذيك زيت الزيتون اللي كانت عندي اللي كانت باقيه لي، فكنخليها يا سلام كطيب، ولكن ما نقولكمش حتى النسيمه ما شاء الله كيفاش طالعه هائله بزاف، ما تصورش د الثوم مع الباون وكذلك نسيمه د الطين جميله جدا هائله. فنتلاقاو في الطبق النهائي ان شاء الله سميع المجيب وما تمشيو فين. الاخوان والاخوات تبارك الله عليكم،
البصرة ديالي هي هذه كما كتشوفوا، ما شاء الله جات هائلة، ولكن السيمة ما نقولكمش على النسمة، لأن يمكن عادي تشوفوا البصرة محطوطة، فالنسيمة يا سلام، بلا ما نشكر بلا ما نقول هي شاكرة راسها. فهنا كما كنشوفوا التوابل دائما المرافقة البصرة، الكيمون كذلك، فهو كيمون بلدي. يلا باقي عاد طحنته، النسيمة فواحة منه. هنا الحار يعني السودانية كما كتشوفوا، وهنا كذلك البصل. فكما كيقول المثل الشعبي ديالنا، خصنا كل المسائل ديالنا قلنا تقليدية، فدائما نقول البصل أو البيصرة بلا بصل كما كنقولوا بحال الغيطة بلا طبل. فإلا ما كملناش البصل مع البيصرة فما كتكملش المهمة. تبارك الله عليكم، ما نطولش عليكم بزاف، فانتم ما كتشوفوا ما شاء الله هائلة جدا، حاولوا تجربوها ما غاديش تندموا. فكنشكر الاخوات تقريبا هما اللي خلوني نطرق لهذه الوصفة، هذه دائما كانوا كيلحوا عليا وكيطلبوا. تبارك الله عليكم كاملين المتتبعات والمتتبعين ديالي، شكرا على التتبع. ما تنساوش اختكم باللايك وتعليقات الزويبنة ديالكم المحفزة لي والدافعة لدائما جديد لكم. تبارك الله عليكم.